حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن شوية أفكار عن إزاي تجيب شغل لو أنت فريلانس. أشوفكم بعد الانترو. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه الأخبار؟ معاكم محمد زهزوق من zackworkers.com. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات زاك توك. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن شوية أفكار تقدر إن شاء الله تجيب بيها شغل لو أنت شغال فريلانس أو شغال من البيت. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت في سلسلة الفريلانس ياريت ترجع تشوفها دلوقتي حالا، هتلاقيها في التشانل في الفيديوز، وممكن كمان تلاقيها في الكاردز دلوقتي اللي هتطلع فوق. أول فكرة معانا واللي ممكن تجيب لك شغل إن شاء الله إنك تعرض خدماتك على الناس. يعني أنت مثلا عندك فيسبوك، عندك تويتر، عندك لينكدين، السوشيال ميديا عموما، وكمان موقع انفاتو اللي هو يعتبر أكبر شبكة دلوقتي للفريلانسرز على مستوى العالم. كل الشبكات والمواقع بتاعت السوشيال ميديا دي تقدر تعمل استامبا كده زي مسج وتخاطب الناس عن طريقها، أو تبعت ليهم رسائل وتقول أنا بعمل كذا وكذا وكذا، وأقدر أقدم لك الخدمة الفلانية بالسعر الفلاني، وياريت نتعامل مع بعض او ياريت نتواصل مع بعض في اقرب وقت. رسائل كتير جدا من ناس فويس اوفر بتجيلي بالاسلوب ده، لان انا طبعا شغلي كله فيديوز او موشن جرافيكس او فيلم ميكنج، فاكيد ان انا هحتاج حد يعمل لي شغل فويس اوفر. علشان كده اكتر رسائل بتجيلي من الناس الفويس اوفر او الناس اللي بيعلقوا صوتيا يعني. فمش بس تبعت رسائل وخلاص لعدد من الناس وشكرا، حاول تبقى محدد انك تبعت الرساله بتاعتك للشخص اللي فعلا هيحتاج الخدمه اللي انت بتقدمها، وحاول تكون فريندلي او ودود في الرساله بتاعتك. يعني تحسس ان اللي انت بتبعت له ده قلبك عليه وانك عايز تعمله الخدمه دي لانك شايف ان هو محتاجها. يعني حاول تصيح شويه في الاسطمبة اللي انت هتعملها او في الرساله دي، مش بس تبعته خلاص يعني. واحكي لكم حكايه سريعه. في من فتره كبيره قوي، من حوالي سنه او سنه ونص حاجه زي كده، في واحد بتاع فويس اوفر بعت لي مسج على لينكدين بيقول لي ده شغلي وان انا اقدر اخدمك بالطريقه الفلانيه، وازيك يا محمد وعامل ايه وانا بتفرج على فيديوهاتك يعني ذاكرني، فبالتالي اكيد ههتم. لكن لو حسيت ان المسج دي مبعوته لي زي مثلا المسجات بتاعه السبام، او ان ده مجرد واحد بيرص وخلاص رسائل او بيبعت رسائل للناس وخلاص، اكيد مش ههتم. زي رسائل كده كل سنه طيبين بتاعه العيد اللي انا اصلا ما ببصش عليه. فحاول تبدي الاهتمام بالشخص اللي انت بعت له وتعرفه انك مهتم وانك ذاكرته وانك عارفه شخصيا. في الحالة دي اكيد هيهتم وهيخش يبص على شغلك. انا ساعتها ما كنتش محتاج شغل فويس اوفر، لكن رسالته انا فضلت محتفظ بيها علشان قلت اكيد هرجع له تاني واكيد هحتاجه. وبعد سنة ونص من رسالة محمد رمضان كلمته في التليفون وقلت له ان انا عايزه في شغله، وفعلا عملت معاه ديل كويس جدا. ده معناه انك لما تبعت للشخص رسالة موجهة ليه هو شخصيا وتقول انك شفت له مثلا حاجة او تقول ان شغله كويس او تبقى ودود في المسج بتاعتك، ده هيخلي الشخص اللي ما بعت له الرساله دي انه يهتم بيك. حتى لو مش هيعمل شغل معاك وقتي، الشغل ان شاء الله هيجي لك مستقبلا، فحاول تعمل النقطه دي لانها مهمه. تاني فكره مهمه قوي برضو ممكن تجيب لك شغل، انك تعمل خصومات، مش تقلل اسعارك عشان برضو ما تحرقش السوق على بقيه الناس الفريلانس وتضيع مجهودهم على الفاضي. لازم تكون عارف كويس قوي القيمه التسعيريه او قيمه اللي انت بتعمله وقيمه مهاراتك اللي هتبيعها للعميل. ولو انت مبتدئ تقول للعميل ان انا مبتدئ، علشان العميل ما يتفاجئش بمستوى الشغل اللي هيتقدم له سواء كان وحش او كان حلو. فانت ممكن تقول للعميل بتاعك ان انا بعمل لك خصم وليكن 50% لان انا راجل مبتدئ وعايز شغل وبشتغل دلوقتي فريلانس. صدقني العميل هيحترمك جدا من صراحتك وهيعمل معاك شغل. واعمل الكلام ده وانشره على السوشيال ميديا بتاعتك، على فيسبوك، لينكدين، كل المواقع اللي احنا قلناها قبل كده. ودي طريقه كويسه جدا انك تجيب شغل في بدايه حياتك كفريلانس. في نقطتين بقى هتكلم عنهم برضو المره دي واتكلمت عنهم في الحلقات اللي فاتت، انك تعمل بورتفوليو محترم جدا ومليان بيرسونال بروجكتس او كمان بروجكتس للعملاء اللي انت عملتهم قبل كده، ولو مفيش لازم يبقى مليان بروجكتس عموما لافكارك وتبين دماغك انت بتشتغل في ايه. وكمان انك تعمل ويب سايت تحط عليه الشغل ده وتحط عليه البورتفوليو ده وتقدم فيه كل خدماتك، لان ده هيبقى في الايمج بتاعتك او في شكلك قدام العميل هيبقى شكلك شيك قوي يعني. لو مسكنا نقطه البورتفوليو بتاعك، انت ليه بتقعد تعمل بيرسونال بروجكتس كتير، او ليه بتقعد كل فكره تجيلك تعملها في تصميم او تعملها في رسمه او ايا كان؟ ده لانك بتقدم للعميل افكار مختلفه، بتقول له انا اقدر اعمل ده واقدر اعمل الجزء ده. يعني انا مثلا بشتغل موشن جرافيكس وبشتغل في حاجات كتير، مفيش اي مشكله خالص ان انا اعمل بروجكت مثلا تايبوجرافي واقدمه برده في شغلي كنوع من انواع التجديد والتغيير. لو عميل شاف الشغل ده ومحتاجه اكيد هيقول لي ان انا محتاج حاجه زي دي. يعني مثلا انا عملت شغل كتير جدا في البورتفوليو بتاعي، عميل من العملاء جاي يتفرج على شغلي فعجبته حته معينه، فهيجي يرميها لي يقول لي انا عايز زي دي. فانت كده وفرت على نفسك مجهود انك تعمل فكره جديده للعميل اللي جاي لك ده، لانه شاف فعلا شغل اوريدي معاك في البورتفوليو بتاعك. الحاجه الثانيه المهمه برضو اللي البورتفوليو بتاعك هيوفرها لك، انك عشان تطلب 50% او 30% من العميل كعربون يعني او ديبوزيت قبل ما تشتغل، ده هيشجع العميل انه يديك العربون ده او الديبوزيت ده لانه شاف شغلك عامل ازاي، لانك بتقول له ببساطه وعلى ارض الواقع ان الشغل
الشغل اللي انا مقدمه في البورتفوليو ده هو ده مستوى الاحترافية اللي هقدمه لك في شغلك ويمكن احسن كمان. اعمل شغل مواسم، يعني مثلا عندك رمضان، العيد الكبير، العيد الصغير، عندك مولد النبي مثلا، عندك مواسم كتير جدا، فشوف ايه المواسم اللي انت تقدر تعمل عليها ديزاينز او تصميمات او ارت وورك ايا كان نوعه برضو ايه. يعني مثلا انا كنت عامل من 9 سنين او من 10 سنين علم بتاع مصر، مجرد علم بسيط جدا، ونزلته في سنة 2010-2009. المهم ان العلم ده اتصمم قبل ثورة 25 يناير 2011. اول ما الثورة قامت فوجئت بكمية تصميمات المهولة اللي اتاخد فيها العلم ده، بقيت كل ما امشي في الشارع اشوف العلم ده قدامي لدرجة ان انا زهقت منه يعني، ولدرجة ان كمان بعد فترة حسيت ان نسيت ان انا اللي عامله، لحد ما جه الكليب الرسمي بتاع اغنية مصر قالت للفنان عمرو دياب، وفوجئت ان هم حطوا علم مصر اللي انا عامله. وبرده حاجة تانية كنت مصورها لرمضان، شهر رمضان يعني، في سنة برده من السنين مش متذكر امتى بالظبط، صورت فانوس رمضان. اكتشفت برضو ان بعدها بكام يوم كل الجروبس بتاعه التواصل الاجتماعي وكل البيجز بتاعه الناس الفنانين واخدين الصوره بتاعه الفانوس وبرضو عارضينها عندهم، فده هيعمل لك شهره وقاعده جماهيريه محترمه جدا. وعد بقى انت عندك كام موسم تقدر تعمل فيهم شغل، وحاول يبقى شغلك ممتاز ومختلف علشان ينتشر اسرع. دور حواليك وبص تحت رجلك الاول. ليه؟ لان كل الناس ما بتبصش تحت رجلها الاول، بيبصوا لبعيد. لكن لو بصيت حواليك لكل العلاقات اللي انت عاملها مع اصدقائك مع جيرانك، هتلاقي فيه فرص كتير جدا انك تعمل شغل مع الناس دي. يعني مثلا ممكن يكون واحد صاحبك محامي او محاسب محتاج كارت او محتاج لوجو او محتاج فيديو من اي نوع. صدقني لو دورت في دايرة علاقاتك اللي حواليك في الزون اللي انت عايش فيها هتعرف تجيب شغل. في فكرة مجنونة شوية انك كل ما تخش محل ويبص على المنيوز ويلاقيها مثلا مش عجباك، بينادي حد من المسؤولين او بيروح يكلم المدير ويقول له ان المنيو دي مش عجباني، انا ممكن اعمل لكم منيو افضل وبالسعر الفلاني. لو حسيته انه مزمزق في موضوع السعر قول له ان انا هقدمها لك ببلاش. بس ده لو انت لسه مبتدئ ونفسك تعمل شغل، فدور حواليك وبص تحت رجليك الاول، صدقني هتلاقي فرص كتير. النقطتين برضو اللي بعد كده هلخصهم في نقطة واحدة، وهي انك لازم تطور نفسك في مجالك، ولازم تقرأ عنه كويس جدا، ولازم تذاكر كل يوم. القراية في مجالك هتخليك تطور نفسك عشان توصل للمستوى اللي انت كنت بتقرأه ده. طول ما انت قاعد حاول تقرأ في مجالك وتشوف ايه الجديد عنه، ده هيخليك مثقف في مجالك، وبالتالي لما تيجي تكلم اي عميل او حتى عايز تقنعه بفكرتك، او حتى لو العميل ده طالب تعديلات وانت مش عايز تعملها، هتيجي تقول له شوية معلومات او شوية حاجات من اللي انت قريتها وطورت نفسك فيها، فبالتالي العميل ده مش هيقدر يتكلم معاك. حتى لو انت قاعد مع ناس صحابك من برضو من مجالك، لما هيحسوا او هيستشعروا فيك حتة الثقافة دي او ان انت مثقف، ومين فينا ما بيحبش يشتغل مع الشخص المحترف اللي عنده معلومات واللي قاري عن مجاله، لان دي بتكون شطارة جدا منه. النقطة الاخيرة وللأسف انا مش فاكر رقمها لان النقط بقت كتير، هي التحديات. بمعنى ايه؟ انك مثلا تعمل تحدي لنفسك لمدة نقول شهر مثلا ولا حاجة، انك تقول انا في الشهر ده هعمل كل يوم تصميم من نوعية التصميمات المعينة دي، او مثلا هعمل كل يوم لوجو، او هعمل كل يوم فوتو مانيبيوليشن، او هعمل كل يوم فيديو مثلا 5 ثواني ولا حاجة. التحديات دي هتخليك تطور نفسك بشكل اسرع، وهتخليك كمان تتعلم مجالك، وتوصل بعد الشهر ده او بعد مدة التحدي اللي هتحددها لنفسك، صدقني هتوصل لمرحلة كويسة جدا، وهتوصل اسرع لنقطة الاحتراف اللي احنا بنتكلم عنها. بعد كل الافكار والنقط اللي فاتت دي واللي احنا اتكلمنا عنها في الحلقة، ده اسمه ايه؟ ده اسمه السعي، انك بتسعى. وصدقني لما ربنا يشوفك بتسعى وبتجتهد اكيد اكيد هيرزقك. ودي يمكن النقطة الاخيرة، انك تسعى وما تستناش حاجة، لان ربنا هيبعت لك رزقك لحد عندك. وصدقني كل ما تسعى اكتر كل ما ربنا هيبعت لك رزق اكبر، وهتكتشف بعد فترة انك مش محتاج الحلقة دي، ومش محتاج تعرف تجيب شغل منين لانك سعيت. بس اللي انا عايز اقوله لك انك تخليك نشيط وتفكك خالص من الكسل والنوم والكلام الفاضي ده، ودوس على نفسك كده ودوس اخر البنزين واجتهد واتعب، وصدقني ربنا هيديك في الاخر. وبكده تكون حلقة النهاردة الحمد لله خلصت على خير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير علشان تشوفوا الحلقات اللي جاية من زاك توك. كان معاكم محمد زازوق من زاك وركز.com. سلام عليكم.